السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. نتمم تصحيح امتحان مادة اللغة العربية. نمر الان الى الشق الديداكتيكي او ديداكتيك التخصص. السؤال الأول كان هو: قدم أحد الأساتذة الحصة الأولى من مكون القراءة لفائدة متعلمات ومتعلمي السنة الثالثة من التعليم الابتدائي متبعا الخطوات التالية. إذن هذه هي الخطوات التي اتبعها هذا الأستاذ في تقديم الحصة الأولى من درس القراءة، والمطلوب منا أن نعيد ترتيب هذه الخطوات لأنها غير مرتبة، ونبدأ في ترتيبنا لهذه الخطوات بالخطوة الأولى. الخطوة الأولى هي التمهيد لموضوع الدرس، بحيث كل درس كيفما كان لابد وأن يكون له تمهيد، ولذلك فالأستاذ مطالب بأن يمهد لموضوع الدرس بسؤال أو بإظهار صورة أو بملاحظة صورة إلى غير ذلك. إذن الخطوة الأولى هي مهد لموضوع الدرس. ثم بعد التمهيد للدرس الخطوة الموالية ستكون هي كتب عنوان الدرس على السبورة، بحيث في البداية نكتب فقط اسم المكون قراءة، وبعد التمهيد ووضع المتعلمين في الصورة نكتب عنوان الدرس على السبورة. ثم الخطوة الثالثة ستكون هي دعوة أو دعا المتعلمين والمتعلمات إلى صياغة فرضيات أو توقعات القراءة، بحيث يطرح سؤال من قبيل: في نظركم عن ماذا سيتحدث هذا النص؟ فيجيب المتعلمون بطرح فرضيات مثل: أتوقع أن النص سيتحدث عن كذا وكذا، أو أفترض أن النص سيتحدث عن كذا وكذا، أو أعتقد أن النص سيكون موضوعه هو كذا وكذا. ويدون الأستاذ هذه الفرضيات على السبورة للعودة لتمحيصها فيما بعد. ثم الخطوة الموالية هي ستكون هي قرأ الأستاذ النص قراءة جهرية. إذن الأستاذ يقرأ النص قراءة جهرية معبرة تحترم شروط القراءة السليمة من حيث النبر ومخارج الأصوات واحترام علامات الترقيم إلى غير ذلك. ثم الخطوة الخامسة بعد ذلك يدعو المتعلمين والمتعلمات إلى قراءة النص جهرا بالتتابع، أي أن المتعلمين يقرؤون النص بعده بالتتابع ويحاولون محاكاة قراءة الأستاذ، ويقرؤون النص بشكل سليم ويحترمون علم الترقيم والنبر ومخارج الأصوات كما قلنا إلى غير ذلك. ثم يتخلل قراءة المتعلمين يتخللها شرح بعض المفردات الصعبة والغامضة، لذلك هذه الخطوة ستكون هي في الرتبة السادسة شرح بعض المفردات. ثم سابعا سأل المتعلمين والمتعلمات عن مضمون النص. الأستاذ يطرح بعض الأسئلة عن مضمون النص، عن ماذا يتحدث النص، ما هو موضوعه، ما هو مضمونه إلى غير ذلك. ثم ثامنا ساعد المتعلمين والمتعلمات على استخراج الفكرة العامة للنص. إذن الأستاذ يساعد المتعلمين على استخراج الفكرة العامة للنص، وليس إعطائهم الجاهز أو تقديم فكرة عامة للنص من طرف الأستاذ. إذن المتعلمون هم من يستخرجون هذه الفكرة، وذلك بمساعدة الأستاذ طبعا. ثم الخطوة الثامنة الخطوة التاسعة هو ناقش مع المتعلمين والمتعلمات مضمون النص. إذن الأستاذ يمر إلى مرحلة تحليل ومناقشة النص مع المتعلمين. وفي الرتبة العاشرة ستكون هي دعا المتعلمين والمتعلمات إلى تمحيص فرضيات وتوقعات القراءة. إذن في هذه الخطوة الأستاذ يعود مع المتعلمين إلى الفرضيات التي طرحها في البداية من أجل تمحيصها و الإبقاء على الفرضيات الصحيحة والتشطيب على الفرضيات والتوقعات الخاطئة واعتبارها فرضيات سلبية، والفرضيات ينبغي أن تكون قريبة من مضمون النص. والخطوة الحادية عشرة
هذه الخطوة سنتحفظ عليها أم لا على المتعلمين والمتعلمات الفكرة العامة للنص ليكتبوها على دفاترهم؟ سنتحفظ على هذه الخطوة وسنعود للحديث عنها فيما بعد. إذن كان هذا هو الترتيب السليم لهذه الخطوات التي ينبغي أن يتبعها الأستاذ لتقديم الحصة الأولى من درس القراءة. نمر الآن إلى السؤال الموالي. السؤال كان هو: أنشئ نصاً قرائياً من 5 أسطر لفائدة المستوى الدراسي المذكور، أي المستوى الثالث في مجال عالم الابتكار والإبداع. إذن هذا المطلوب منا أن نكتب نصاً من 5 أسطر ونحترم فيه علامة ترقيم، سلامة اللغة، تطابق النص مع المجال المذكور عالم الابتكار والإبداع إلى غير ذلك. وهنا اخترنا كنموذج نص عنوناه بعنوان جيل الأصابع، والنص الذي أنتجناه هو على هذا الشكل: تطور العلم وكثرت المبتكرات وتغيرت حياة الإنسان بشكل مدهش، ومع هذا التطور لم يعد الإنسان يبذل جهدا جسديا مرهقا، بل صارت أصابعه أكثر أعضاء جسمه نشاطا وعملا، تضغط على أزرار صغيرة لتشغيل الآلات والأجهزة، وبذلك صار الجيل الجديد يعرف باسم جيل الأصابع. إذن هذا هو النص الذي أنتجناه كنموذج لنص ينتمي لمجال عالم الابتكار والإبداع. نمر الآن إلى السؤال الموالي، السؤال رقم 3، يقول: حدد هدفين تعلميين يرمي هذا النص القرائي إلى تحقيقهما. إذا النص الذي أنتجناه سابقا يرمي إلى تحقيق بعض الأهداف، وسنقتصر على ذكر 3 أهداف لهذا النص. إذا الهدف الأول دائما لأي نص قرائي يكون هو قراءة النص قراءة سليمة وفهم مضمونه. إذا هذا الهدف ينطبق على جميع النصوص بدون استثناء. ثم ثانيا، اكتساب رصيد معجمي مرتبط بالمجال المدروس، أي مجال عالم الابتكار والإبداع. ونفس الشيء هذا الهدف يمكن تطبيقه على جميع النصوص وجميع المجالات. إذن في أي مجال كيفما كان فيكون الهدف فيه هو اكتساب رصيد معجمي مرتبط بالمجال المدروس. ثم أخيرا، اكتساب أساليب وتعابير لغوية جديدة. إذن من انطلاقا من النص المتعلم يكتسب بعض الأساليب وبعض التعابير اللغوية الجديدة. وعموما فهذه الأهداف 3 تنطبق على جميع نصوص القراءة، بحيث كلما طلب منا أن نحدد هدفين أو هدف أو 3 أهداف تعلمية لنص قرائي يمكن أن نطرح هذه الأهداف التي ذكرنا هنا. إذن نكتفي بهذا القدر ونعود لتتم التصحيح في الجزء الموالي أو في الفيديو المقبل إن شاء الله. إلى ذلكم الحين لا تنسوا متابعة القناة وانتظار الفيديو المقبل لنكمل فيه تصحيح الشق الديداكتيكي من هذا الامتحان. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.